لا يختلف اثنان في القول أن الفريق بدون جمهور لا يعد أن يكون مجموعة عادية تعبر عن أفكار جماعة محدودة، والأكيد أيضا أن الفريق الذي يمتلك جمهورا يمتلك تفكير وولع ذاك الجمهور. القاعدة الجماهيرية العريضة التي يتوفر عليها فريق الرجاء تجعل الاقتصار على نمط تشجيعي وحيد قاصرا على التعبير على كل ما يخارج صدر كل فرد من أفراد النادي الأخضر. الفكرة الجديدة خلق مجموعة متجانسة قادرة على مساندة الفريق في السراء والضراء. جرين بويز أو الأبناء الخضر إحدى هذه المجموعات. احنا جرين بويز لأول جروب ألترا في المغرب، جينا احنا بغينا نبدلوا عقلية، نديروا عقلية جديدة. الفكرة جاتنا في جوان 2005، جمعنا الدراري كاملين، صحابنا الدراري كان ديبلاصا، والدراري اللي عندهم واحد جينيراسيون جديدة، بغينا نبدلوا لي ميثود ديال التشجيع ديالنا ونديروا. درنا اول جروب الترا، سميناها وتجمعنا واتفقنا كاملين سميناها الجرين بويز. المجموعة تتشكل من مئات المشجعين، موقعهم الرسمي مجانا وشعارهم التضحية من اجل الرجاء لتحقيق الرجاء. بدون دعم بدون إمكانيات، جرين بويز لا يضعون في اعتبارهم المسافات أو التنقلات، ويعملون جاهدا ليكونوا إلى جانب فريقهم المفضل. كنت ديبلاصاو في مكان الدراري، وكنا احنا أغلبية ديال الدراري دي جون كنقراو، اللي ما كيقراش الله يكون في العون كيبريكو ليه هكا، وكنساكريفيو على قبل الراجا، كنضحيو كلشي على قبل الراجا، كلشي من عندنا، كلشي كنديرو من عندنا حنايا، وما كيعطي حتى واحد ما كيعاوننا، ومحتاجين للدعم من حتى شي واحد حنايا. احنا اللي كنبغيو الدعم اللوجيستيكي صافي. بعيدا عن المنافسة الوطنية التي تعتبر المعيار الرئيسي لمعرفة قوة الأندية المغربية، جمهور الرجاء يفتخر بفريقه ويضع على كاهله مسؤولية تمثيل المغرب في جميع المناسبات داخل الوطن وخارجه. كإضافة لهادشي اللي قال الصديق ديالي، ان راه كيف كيعرف الجميع في المغرب ان فريق الرجاء راه كيمثل المغرب في جميع الواجهات، وعنده واحد القاعده جماهيريه كبيره. هادشي اللي جعلنا حنا كشبان وليدات المقاله باش نفكروا نديروا واحد الجروب الترا اللي ساند الفريق بطرق حضاريه جديده. وفكرنا حاجه اخرى باش نديروا دي كوريغرافي اللي يعطيو واحد الجماليه للفيراج كيف كنقولوا ديالنا حنا اللي من وراء المرمى، فين كيف السيدية بلاصتنا كلشي كيعرفنا. الحب والشغف الكبيرين بالفريق يجعل هؤلاء العشاق يضعون قواعد وأسس لا بد لها أن تكون من أجل أن يتوفر الفرد على بطاقة العشق والتضحية، ومن أجل أن يكون كل واحد من الجمهور الأخضر رجاويا خالصا. كاين لي شون ياك، كاين لي تيفو، كاين لي ديبلاسمون، ماشي غير جوج مع خمسة الناس ست الناس باش تغني ياك، وديبلاسا جوج مرات ولا ثلاثة وقول أنا أولترا. كتوصل التيفو لا كوريغرافي اللي هي خاصها فلوس، خاصها الصرف، خاصها شي حاجة، ماشي نمشي نبدا ندق على لي زاديرون، ندق على الجمعيات، ألو راه خاصني باش نبقى ندير التيفو صافي راه حنا أولترا. لا، احنا الوحيدين اللي كنعتمدوا علاش؟ على لي كوتيزاسيون ديال لي مومبر ديالنا ياك، هذه أول حاجة. ثاني حاجة عندنا لي برودوي ديالنا اللي كما كتشوف هاد لي تيشيرت، لي كارت ديال لي جرين بويز، كاين دي مومبر، كاين دي زابومون انويل دونك كيكوتيزيو معانا، كاين لي برودوي ديالنا، لي كادجيت نامبورت كيل زعما لي كادجيت دي تيشيرت كنبيعوهم، لي بينيفيس ديالهم هما باش كنطلعو لي كوريغرافي. الرجاء هي حياتنا، حنا ما عندنا ما بغينا بها حتى حاجة، ما بغينا لا فلوس لا مكتب لا بوست لا حتى حاجة، ما طامين حتى شي حاجة، حنا غنشوفو الخضرة زوينة. العلاقة بين الكرة والجمهور باتت منذ النشأة علاقة حب وشغف كبير، لكن العلاقة بين الرجاء وجمهوره انصهرت لتصبح علاقة صرة وقرابة لا يمكنك أن تذكر الواحد منهم دون أن تتحدث عن الرجاء.